في أول زيارة إلى صلاح الدين، المحافظ إسماعيل الهلوب يلتقي في تكريتا السفير الألماني لتنويع خيارات الشراكة في الإعمار والتنمية الاقتصادية. السفير الألماني يؤكد من تكريتا ألمانيا مهتمة بالعمل في صلاح الدين والوضع الأمني جيد ويمكننا التحرك بكل حرية وأمان. البيت السياسي الشيعي غير متفق على ترشيح المالك لرئاسة الوزراء ويستعد مبكرا لانتزاع ورقة الانشقاق من زعيم التيار الصدري. والحكومة تقرر تأمين حصص الوقود للمحطات الأهلية بشكل دائم وترفع استعداداتها لمواجهة الأوبئة الخمسة بظروف استثنائية لانتقال العدوى. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. استقبل محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب السفير الألماني المعتمد في العراق مارتن ييجر وناقش سبل التعاون المشترك في ملفات الاستثمار والزراعة والاقتصاد والتجارة والسياحة. ورحب المحافظ بزيارة سعادة السفير وما تحمله من معان كبيرة تهدف إلى دعم استقرار المحافظة والنهوض بها في كافة المجالات بما تمتلكه من إرث حضاري ومؤهلات وموارد ومكانة دينية. وعبر السفير الألماني عن سعادته البالغة بما لمسه من استقرار كبير للأوضاع الأمنية في المحافظة والتي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك الذي وصفه بالتاريخي بعد زيارته لسد سامراء الذي تم إنشاؤه عام 1955 من قبل إحدى الشركات الألمانية الكبرى. وتجول السفير يرافقه الهلوب في عدد من المواقع الدينية والأثرية في سامراء شملت مكتب العتبة العسكرية المقدسة وتأديته الزيارة لضريحي الإمامين العسكريين عليهما السلام وزيارة جامع ومأذنة الملوية التاريخي الكبير وقصري البركة والخليفة المعتصم. بعد ذلك توجه الضيف برفقة الهلوب إلى ديوان محافظة صلاح الدين. وأوضح الهلوب خلال حديثه مع السفير والوفد المرافق له أن المحافظة تمتلك جميع المؤهلات والموارد الطبيعية والجغرافية والتاريخية التي هي جزء من حضارة بلاد الرافدين العظيمة، وهي امتداد طبيعي لحضارات وديانات متعددة عاشت على أرضها في الحقب الماضية، مبينا أن تلك المؤهلات والموارد ستجعل منها بيئة جاذبة في مجال الاستثمار. ومن جانبه أشاد السفير الألماني بالطبيعة المميزة للمحافظة بشكل عام ومدينة تكريت على وجه الخصوص وبإطلالتها على نهر دجلة ومعالمها الأثرية والدينية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هي الأولى له بعد تسنمه مهام السفارة الألمانية في العراق والتي ستكون فاتحة تعاون مهم في كافة المجالات مع الحكومة المحلية بالمحافظة خلال الأيام القادمة. ثم زار الوفد مسجد ومدرسة الأربعين التاريخي وسط مدينة تكريت واستمع إلى شرح مفصل عن تاريخ البناء قدمه رياض الجابر مدير الإعلام والاتصال الحكومي بديوان المحافظة، موضحا الحقب الزمنية التي شهدها وتنقيبات وأعمال الصيانة التي جرت عليه وما تعرض له من دمار كبير بعد تفجيره خلال سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت عام 2014. ثم رافق محافظ صلاح الدين السفير الألماني والوفد المرافق له لزيارة موقع مجزرة سبايكر واستمع إلى شرح قدمه المسؤولين هناك عن ملابسات الجريمة النكراء. Guten Tag. Ich bringe die herzlichen Grüße Deutschlands in die Provinz Salah ad-Din und freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. مرحبا، أنا أحمل لكم تحيات ألمانيا لمحافظة صلاح الدين وأنا سعيد جدا بتواجدي هنا اليوم. Es war schon lange Zeit, viele Jahre kein deutscher Botschafter mehr hier. Die Tatsache, dass ich heute gekommen bin, zeigt Ihnen, dass Deutschland an einer Zusammenarbeit mit Salah ad-Din in der Zukunft Interesse hat. منذ سنوات عديدة لم يأتي أي سفير ألماني لهذه المحافظة، تواجدي هنا اليوم وزيارتي هذه تدل على أن ألمانيا مهتمة بالعمل المشترك مع محافظة صلاح الدين. Das war früher anders. Vor vielen Jahren gab es eine Reihe von deutschen Unternehmen, die hier in der Provinz aktiv waren.
في الماضي كان الأمر مغايراً، كانت هناك مجموعة من الشركات الألمانية الناشطة في المحافظة. Ich hoffe, dass es wirtschaftlich in der Zukunft wieder möglich sein kann. Ich glaube, das Gouvernorat hier hat sehr großes wirtschaftliches Potenzial. أتمنى أن يكون هذا ممكناً في المستقبل أيضاً، وأنا متأكد ومؤمن بأن المحافظة لديها إمكانيات كبيرة جداً. Und die Sicherheitslage ist so, dass man hierher problemlos reisen kann und sich hier in der Provinz gut bewegen kann. والوضع الأمني جيد جدا بحيث يمكن السفر والحضور إلى المحافظة والتحرك بها بكل أمان. Sehr früh schon in Samarra begrüßt hat und sich die Zeit genommen hat, den ganzen Tag mit uns zu verbringen. شكرا جزيلا على هذا السؤال، ولكن اسمحوا لي أولا أن أشكر سيادة المحافظ لأنه استقبلنا بشكل شخصي في وقت مبكر جدا اليوم وقضى معنا طول الوقت وطول اليوم. Und der Gouverneur hat uns eben auch seinen Plan vorgestellt, wie die Provinz entwickeln möchte. السيد المحافظ عرض علينا أيضا خطته وكيف يريد أن يطور المحافظة. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. والآن سأجيبكم على سؤالكم. Wir haben vom Gouverneur überreicht bekommen ein Schreiben, was die Bereiche benennt, wo Sie sich mehr deutsche Zusammenarbeit wünschen. Und dieses Schreiben werde ich mit nach Bagdad nehmen und wir werden uns genau anschauen, was wir in den einzelnen Bereichen Gesundheit, Wasser oder was auch immer es sein mag, was wir hier möglicherweise tun können. سلمنا السيد المحافظ خطاب رسمي يحدد فيه ما هي المجالات التي تحتاج إلى تعاون مشترك وعمل مشترك مع ألمانيا. سندرس هذا الخطاب وسنرى ما هي المجالات التي يمكن أن نقدم فيها تعاون مستثمر سواء في مجال الطبي أو مجال المياه أو غيرها من المجالات. احنا اليوم كمحافظة صلاح الدين تشرفنا بزيارة سعادة السفير الألماني المحترم إلى محافظة صلاح الدين، وهذه الزيارة بدأت منذ الصباح الباكر، بدأت في مدينة سامراء وكانت هناك جولة يعني إلى أكثر من موقع أثري في مدينة سامراء. وحقيقة مدينة سامراء احنا يعني خلينا نعرج على فد شيء قبل لا أكمل حديثي بخصوص الزيارة. احنا كمحافظة كإدارة محافظة جديدة اليوم نتهيأ إلى عقد مؤتمر خاص بإعمار مدينة سامراء، وهذا المؤتمر إن شاء الله سوف يعقد مباشرة بعد الأسبوع الأول بعد عيد الأضحى المبارك. وهذا المؤتمر راح يكون مؤتمر موسع ومؤتمر يعني فيه الكثير من التفاصيل وفيه الكثير من الأطراف من داخل محافظة صلاح الدين أو حتى من خارجها. مدينة سامراء مدينة حقيقة بمقاييس المدن هي مدينة منكوبة تحتاج إلى عمل مضني وعمل كبير، لكن هناك إجراءات إحنا نعدلها. هاي الإجراءات من شأنها تنقية الأجواء وتهيئة البيئة الصالحة لإعادة إعمار المدينة، إنهاء خلافات وصراعات ومشاكل، بداية حقيقية حتى لا تتعرقل هذه الجهود وهذا العمل في إعمار المدينة. اليوم السيد سعادة السفير الألماني اطلع على المدينة وكان معجب طبعا بالآثار الموجودة في المدينة، وأيضا زار مدينة تكريت وسوف يكمل جولته في مدينة تكريت، وسلمناه خطاب مثل ما ذكر يعني حضرته، خطاب من محافظة صلاح الدين بشكل واضح ندعو به دولة ألمانيا إلى مساعدة محافظة صلاح الدين بكل المجالات، إذا كان عن طريق المنظمات الإنسانية التابعة لها أو عن طريق الشركات الألمانية المعروفة في العالم أنه تدخل مجال الاستثمار وإنشاء المشاريع المهمة والاستراتيجية في محافظة صلاح الدين. ونحن نعلم وأنتم تعلمون ما هي سمعة هذه الشركات ومصداقيتها في العراق وفي العالم بشكل عام.
بحث نائب الفني لمحافظة صلاح الدين عمار حكمة البلداوي عبر الانترنت مع الجانب الفرنسي المسؤول عن الصندوق العالمي لتنمية المدن سبل التعاون المشترك بين الجانبين من أجل تطوير الاستثمار في المحافظة، وكذلك آلية اختيار المشاريع التي لها تأثير إيجابي على حياة المواطن لغرض عرضها على المانحين. هذا وثمن النائب الفني للمحافظة جهود الصندوق العالمي على ما يقدمونه من دعم ومساندة لحكومة المحافظة بهدف تحسين واقعها الخدمي، مؤكدا حاجة صلاح الدين للمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تدخل في مجالات عديدة لها تأثير واضح على حياة ومستقبل أبناء المحافظة. نظم وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني زيارة إلى محافظة صلاح الدين، وعقد خلالها اجتماعا في مديرية الموارد المائية، موضحا أن أزمة المياه باتت أمرا واقعيا أسهمت دول الجوار بافتعالها، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة الأزمة بشكل يومي، مشددا على أهمية رفع تجاوزات على أكتاف الأنهر وتنظيم الحصص المائية. فاضل الأنصاري والتقرير التالي. بعد انضمام محافظة صلاح الدين إلى المحافظات التي تعاني من الشحة المائية، نظم وزير الموارد المائية زيارة إلى المحافظة وعقد خلالها اجتماعا طارئا في مديرية الموارد المائية الإسحاقي، والذي أكد أن أزمة المياه باتت أمرا واقعيا أسهمت دول الجوار بافتعالها. وتعرفون أن احنا الشحة هذا الموسم الثالث، لذلك على الوزارة تحدي كبير، ولكن دائما احنا نشير أن هذه هي ليست أزمة وزارة وإنما أزمة بلد، فعلى جميع التعاون، الحكومات المحلية، قيادة العمليات، حقيقة الكل يجب أن يتعاون لغرض تجاوز هذه الأزمة. تلاحظون إحنا في كل يوم في موقع معين نتابع إجراءات الوزارة في الحد من التجاوزات حتى نأمن التصاريف. إحنا ما عندنا اليوم كميات فائضة، الكميات الموجودة هي اللي نعتمد عليها لغرض تأمين الخطة الصيفية وتأمين مياه الشرب، ونحن حريصون كل الحروص على تأمين كل هذه المتطلبات بالرغم من الشحة. طبعا أكيد احنا الجانب التركي ما زال يشاركنا الضرر بالإطلاقات، ولكن الجانب التركي أيضا بدأنا نلاحظ مماطلة وعدم جدية في موضوع حسم الحصص المائية. نعم هناك شحة في تركيا وفي العراق، ولكن نحن لا نتكلم عن الحصص المائية الآن، نتكلم عن الحصص المائية للعراق بالنسبة إلى نظرة المستقبلية، لأنه بدون اتفاق لا يمكن أن يعني خلينا نقول أن تسير الأمور بطريقة صحيحة. الجانب التركي بدأ يماطل وبدأ حقيقة يستخدم أسلوب خلينا نقول النفس الطويل في هذا الموضوع، قد ينظر إلى الواقع السياسي بالعراق كحكومة تصريف أعمال، وهذا حقيقة يعني موضوع كنا نتمنى أن يتم تشكيل حكومة بأسرع وقت. الاجتماع خرج بعدة توصيات للحفاظ على الضائعات المائية من خلال رفع جميع التجاوزات على أكتاف الأنهار وتنظيم الحصة المائية من خلال المراشنة لضمان وصول المياه إلى جميع المزارعين. إشارة توجيهات معالي السيد وزير الموارد المائية، تقوم مديرية الموارد المائية بحملة تشمل أولا معالجة الشح المائية التي أصبحت أمر واقع يعاني منه جميع العراق من شماله إلى جنوبه. الإجراءات المتخذة أولا تحجير قنوات، تحجير المضخات على طول عمود نهر دجلة، الالتزام بالمراشنة المعدة، ويكون تشغيل المضخات 3 أيام من الأسبوع، القيام بحملة لرفع التجاوزات على طول المشروع الإسحاقي، إجراء عدة حملات لتطهير الجداول والقنوات مع تطهير المبازل لغرض إيصال المياه إلى أبعد نقطة في المشروع. اليوم قد تمت زيارة السيد الوزير إلى مديرية الموارد المائية الإسحاقي، وقد أشاد بدور الإدارة في مديرية الموارد الإسحاقي برفع التجاوزات ونظام المراشنة ومعالجة الشحة المائية ضمن قدر الظروف الممكنة في هذا الوقت الصعب، واحنا نمر في أزمة حقيقية. من خلالها تم توجيه الكوادر العاملة على نظام حصص المراشنة وتوزيعات المياه بين الفلاحين. زيارة وزير الموارد المائية حملت في جعبتها مجموعة من التوصيات لمعالجة أزمة شحة المياه التي تعيشها المحافظة وأغلب مناطقها. لقناة صلاح الدين الفضائية، فاضل الأنصاري، قضاء دجيل.
أعلنت قيادة عمليات سامراء وضع خطة أمنية لتأمين أيام عيد الأضحى وأبراج نقل الطاقة في صلاح الدين وإعادة الانتشار في حاوي العظيم لمنع الخروقات الإرهابية. وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي مسجل المالكي أن القيادة وضعت خطة خاصة اشتركت فيها جميع القطاعات ضمن قاطع المسؤولية وكذلك المقرات المسيطرة في الضلوعية وسامراء والدجيل، حيث تم تحديد الأماكن الترفيهية المهمة للمواطنين لتأمينها أيام العيد. وعن حماية أبراج نقل الطاقة ذكر المالكي أن قيادة العمليات وضعت خطة لحماية أبراج الطاقة تتمثل بانتشار تلك القطاعات والدوريات الآلية والراجلة لتأمين الحماية لتلك الأبراج بإسناد طيران الجيش، مشيرا إلى إعادة انفتاح القطاعات لتأمين منطقة حاوي العظيم بتنسيق بين عمليات ديالى وسامراء وصلاح الدين. وفي جانب آخر، من متطلبات الحياة عقد في كلية الطب بجامعة تكريت ندوة شملت أطباء في اختصاصية الجلدية والجراحة التجميلية برعاية عدد من شركات التجميل والأدوية لوضع تحذيرات من بعض مواد التجميل وكيفية استخدامها وحقنها بطريقة آمنة. وأكد المشاركون أن الهدف من الندوة التوعية والتحذير من التوجه لأي مركز تجميل دون التأكد من وجود طبيب مختص، وذلك لضمان حق المراجع بالشكوى في حال حصول مضاعفات. والله المؤتمر هذا مهم جدا لأنه يتخصص في التجميل ومشاكل التجميل بصورة عامة، وخاصة مثلا الأصباغ أو عمليات التجميل اللي يقومون بها كثير من الأحيان أشخاص غير مؤهلين يؤدون إلى مشاكل صحية كبيرة. نحاول ننهض بالمجتمع بأفكار أنه جديدة، نقول لهم يا بتر هاي أكو مشاكل، مو كل واحد تروحون تسوون عنده عمليات تجميل أو غير مشاكل صحية تؤدي إلى مشاكل كبيرة. فنحاول أنه نفهم الجماهير ونفهم المجتمع أنه هناك مشاكل كبيرة إذا تحصل من خلال أنه كثير من الناس غير مؤهلين علمياً أساساً علمياً غير مؤهلين دي يقومون بعمليات تجميل، وخاصة مسألة البوتوك والفيلر وغيرها. طبعا حضرنا اليوم الأشبه بالندوة، هي كلية الطب شملت كل اختصاص يعني الجلدية والجراحة التجميلية برعاية طبعا شركات التجميل وشركات الأدوية مختلفة. تم التطرق بهذه الندوة إلى محاذير استخدام المواد التجميلية والطرق الآمنة لحقنها واستخدامها، وتم عرض عمل ووركشوبات ورش عمل لأطباء الدراسات العليا في كلية الطب لكيفية استعمال المنتجات كالفيلر والبوتوكس وأيضا المنتجات الأخرى والمحاذير والمضاعفات اللي تنتج عنها. طبعا الهدف هذا المؤتمر أول شيء يعني توعية وتحذير لكل يعني المجتمع بشكل عام عدم يعني الجهل بهاي الأمور والتوجه بدون دراسة. وإلى الملفات الأكثر سخونة في العراق، حيث لا يوجد شيء واضح في تداعيات ما بعد انسحاب الصدر، فكل فريق يعرف حدود مناورة الآخر، لذلك تختلف القراءات الحقيقية عن المتناثر من معلومات في الفضاء السياسي تلتقي غالبيتها في عالم الأمان لا القرارات المصيرية للأغلبية الشيعية. لذلك يرى المراقبون بأن الترويج لترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون لقيادة الحكومة المقبلة أشبه بحرق أوراق وقراءة لردود أفعال المستقبلية. وينطلق المراقبون من ثوابت سياسية واضحة يتقدمها عدم اتفاق قادة الإطار التنسيقي على تصعيد الموقف من التيار الصدري، وثانيا رفض خسارة التوافق الداخلي ووحدة الإطار بمنصب سيادي، مع معرفة حدود التقارب بين طهران ودول الجوار وتأثيرها بتفاصيل الشأن العراقي، والحاجة إلى قيادة عقلانية تضبط الإيقاع جيدا في المرحلة الانتقالية. ويقول المراقبون أن غالبية قيادة الإطار التنسيقي تضغط باتجاه تكليف رئيس وزراء مقبول داخليا إقليميا ولا يشكل خطا أحمر من قبل الصدر.
ولأن خصوم الصدر يدركون جيدا حقيقة وخطورة العودة إلى الاحتجاجات الشعبية ومدى تحكم زعيم التيار الصدري بتوقيتاتها، لذلك يتحاورون بصوت مسموع لمنع الذهاب إلى المجهول بإرادة شيعية، وهو ما حذر منه رئيس ائتلاف الناصر حيدر العبادي بالدعوة إلى معادلة حكم وسطية تنزع فتيل الأزمات. ولا يختلف الحكيم والعامري والخزعلي والفياض مع العبادي بضرورة التهدئة، طالما أن الخيار الأوسع هو تكليف شخصية تحظى بقبول وطني وإقليمي وشعبي، وهو ما لا ينطبق على المالكي حسب رأي عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق أحمد عبد الحسين. بينما يستذكر المتابعون عدد المرات التي حافظ بها الإطار على تماسكه الداخلي رغم مغريات وضغوط الحنانة. وبحكم تشابك الخيارات الدستورية ومحدودية التوقيتات الزمنية، يتوقع النائب السابق عن حركة التغيير بسون فائق أن يتم الاتفاق بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين على مرشح توافقي ينهي حالة الحرج أمام الشارع الكردي والعراقي بشكل عام، ويراعي أيضا المعطيات الإقليمية. وفي هذا الإطار أشار عضو الديمقراطي صبحي المندلاوي إلى اجتماع حاسم مع الاتحاد خلال اليومين المقبلين والخروج بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية الذي يخضع لتوافقات البيت الكردي. ولاكتمال صورة المشهد السياسي، أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني دعم الإطار لأي مرشح يتفق عليه البارتي واليكيتي، لأن استحقاق المكون أهم من استحقاق الحزب، معلقا أهمية كبيرة على قدرة الرئيس مسعود البرزاني برؤية حل دقيقة، حيث كانت له مواقف في لملمة شمل الفرقاء السياسيين في البيتين السني والشيعي. أقر مجلس الوزراء توصيات هيئة المستشارين بشأن تجهيز المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز الكاز، مع تكليف قيادة العمليات المشتركة مهمة السيطرة وتنظيم عمليات نقل المشتقات النفطية لضبط إجراءات نقل الوقود لأصحاب المولدات الأهلية، وكذلك لمكافحة تهريبها. ووجه المجلس وزارة النفط لتهيئة الوقود لأصحاب المولدات طيلة أيام السنة وفقا لساعات القطع، أي كلما زادت ساعات القطع زادت كمية تجهيز المولدات الأهلية وبالعكس، وبما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية تزويدا مستمرا، وفتح وزارة النفط منافذ في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم لبيع الكاز وبالسعر التجاري لأصحاب المولدات الأهلية لسد حاجتهم من الوقود، مقابل فتح تسجيل المولدات الأهلية لشمولها بحصة الكاز وفقا للحاجة، وقيام جهاز الأمن الوطني بمتابعة شكاوى المواطنين ورصد مخالفات أصحاب المولدات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كشفت وزارة الصحة عن مواجهة 4 أوبئة وتراقب احتمالية وصول الخامس المتمثل بمرض جدري القرود بعد وصوله إلى لبنان، وفيما أشرت تطورا خطيرا بمرض الكوليرا وارتفاعا غير مسبوق بإصابات الحمى النسفية، وجهت تحذيرا شديدا للمواطنين بشأن داء الكلب وضرورة التعجيل بمراجعة المستشفيات لخطورة الإصابة بعضة الكلب. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر أن نسبة ضئيلة من العراقيين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تصل إلى ربع نسبة السكان، مضيفا أن الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس أقل من ذلك، بينما هناك دولا وصلت إلى الجرعة الرابعة والخامسة. وعن انتشار مرض الحمى النسفية وازدياد عدد الإصابات بالمرض، أكد البدر أن أكثر الفئات المعرضة للإصابة هي فئة مربي الماشية والذين يمتهنون تجارة ورعي الحيوانات، وأن كل الإصابات وليس أغلبها هي من هذه الفئات، داعيا وسائل الإعلام إلى نشر التوعية الصحية. وفي ملف آخر، تشهد وزارة الصناعة والمعادن في ظل الحكومة الحالية قفزة نوعية في زيادة إيرادات المشاريع الصغيرة والكبيرة مقارنة مع الأعوام السابقة بواقع 15%، هذا وما تثبته القيمة المضافة من خلال وضع حجر الأساس للعديد من المشاريع منها السكنية والدوائية والزجاج والحراريات التي تعتبر من أهم مشاريع البنى التحتية، حيث تجاوز عدد المنتجات ما يقارب 500 منتج عراقي ضمن الدليل السنوي لوزارة التخطيط بنسبة تطور 50%. جاءت هذه النسب جراء افتتاح لخطوط إنتاجية كثيرة أسهمت في إنعاش الاقتصاد العراقي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. على مدار الحكومات السابقة المتعاقبة لم تشهد وزارة الصناعة والمعادن ذات القفزة التي شهدتها خلال الحكومة الحالية،
نبدأ من حيث الإيرادات، إنها تضاعفت مقارنة بالسنين العجاف الماضية وشهدت نموا بواقع 15%. المؤشرات الأخيرة تدل على أن الوزارة شهدت تطور أداء القيمة المضافة في الدليل السنوي لوزارة التخطيط، حتى تجاوز عدد منتوجات الوزارة في الدليل السنوي قرابة 500 منتج، وبمقارنة رياضية تبلغ نسبة التطور أكثر من 50%. الزيارات المتبعة لوزير الصناعة والمعادن منهل الخباز، والتي ارتكزت على التخطيط والدراسات التي كانت ثمرتها افتتاح خطوط إنتاجية جديدة ومصانع منها للإسمنت والإسفلت والمواد المطاطية والكهربائية والبطاريات. أما المشاريع التي تم وضع حجر الأساس إليها، الأهم قطاع الدواء والصحة وقطاع السكن وقطاع الزجاج والحراريات، وتعتبر من أهم مشاريع البنية التحتية التي يحتاجها العراق في الوقت الراهن، بالإضافة إلى مشاريع أخرى ضمن الخطط الموضوعة منها طويلة الأمد وقصيرة ومتوسطة. أما من ناحية دعم الصناعة العراقية، وضعت الوزارة الأولوية للمدن الصناعية الاقتصادية وبعدد يصل إلى 12 مشروع، المخطط منها 9 والمنفذ 3، بمساحة تقدر 39,000 دونم للمشروع الواحد. ومن المتوقع أن يوفر عدد الشركات العاملة أكثر من 8,000 شركة، ويوفر فرص عمل لأكثر من 165,000 شخص، وغيرها من المشاريع المشتركة مع قطاعات حيوية حكومية أخرى. كما تأخذ الوزارة على عاتقها ومن أولوياتها توفير كافة حقوق موظفيها، كما أنها أيضا شاركت بمعارض محلية ودولية، ولديها اتفاقات دولية للتكامل الصناعي الثلاثي والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الطاقة والصناعات التحويلية. وإلى ملف النزوح وتداعياته المختلفة، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين إعادة 600 ألف أسرة نازحة إلى مناطقها الأصلية من مجموع 900 ألف اضطرت لترك منازلها بسبب هجوم تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهايكير أنه لا يزال هناك 26 مخيما للنزوح في دهوك وأربيل وسليمانية، إضافة لمخيم الجدعة والمركز التأهيلي في الموصل. وأضاف أن إجمالي الأسر التي ما زالت تعيش في هذه المخيمات هي 37,000 أسرة، أعداد أفرادها يزيد على 170,000 مواطن من مختلف الأعمار، مضيفا أن الحديث عن عدم عودة 300,000 من الأسر غير دقيقة، لأن معظم الأسر الإيزيدية والتركمانية والشبكية والمسيحية غادرت البلاد إلى المهجر. وهناك أيضا أعداد كبيرة من العائدين لم يسجلوا عودتهم رسمية لأسباب مختلفة. توقع الخبراء مع تزايد أسعار النفط أن يكون لدى العراق حتى نهاية العام 120 مليار دولار، وبينما تقدر مصاريف العراق وفق موازنة العام الماضي نحو 80 مليار دولار، فإنه من الممكن القول أن 40 مليارا ستكون أموالا فائضة في خزائن الدولة، وسط تساؤلات عن كيفية قيام الدولة باستثمار هذه الأموال، خصوصا وأن أسعار النفط قد تنخفض في السنوات المقبلة ومن المستبعد أن تعود لتسجيل الارتفاع الحالي. ونصحت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق باجتماع أمس الحكومة العراقية على إحياء أجندتها للإصلاح الاقتصادي باستخدام عائدات النفط المتزايدة للاستثمار في مستقبل العراق على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد تحسين البنية التحتية وتوفير المياه والكهرباء والتنمية البشرية والتحول إلى مصادر الطاقة المراعية للبيئة. وشددت مجموعة الاتصال على ضرورة أن تركز الإصلاحات على تحسين القدرة التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي والتنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود كأمرين أساسيين لتحقيق الازدهار المستقبلي للعراق.
قال مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن القومي والمسؤول عن ملف مخيمي جدعة ومخمور سعيد الجياشي إن عدد الأسر التي نقلت من مخيم الهول إلى العراق بلغ أكثر من 610 أسر، تم دمج 410 منها مع المجتمع في مناطقهم الأصلية بعد تأهيلهم بمراكز خاصة لمدة 6 أشهر. وأكد الجياشي عدم نقل أي أسرة من الهول إلى العراق إلا بعد تدقيق وضعهم أمنيا واستخباراتيا وقانونيا والتحقق من وثائق أحوالهم الشخصية أيضا خشية من وجود مذكرات قبض على بعضهم، مبينا أنه لم يتم نقل أي أسرة إلى القضاء حتى الآن. أضاف أن غالبية الأسر التي يتم نقلها هم من الأطفال والنساء في وقت يتواجد 30,000 عراقي بمخيم الهول يشكل الشباب دون سن 19 الثلثين منهم والباقي من النساء والمعاقين وكبار السن. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن العراقيين بعمر 15 عاما فأكثر أي فئة سن العمل يشكلون نحو 37% من إجمالي سكان العراق، يشكل الذكور نسبة 35% من عدد السكان. وأوضح أن معدل البطالة في العراق بلغ 16.5% والذي يمثل النسبة المئوية للقوى العاملة العاطلة عن العمل، والتي تفسر أن هناك شخصا عاطلا لكل 5 أشخاص في قوى العمل، بينما معدل البطالة لدى الإناث بلغ 28% مقابل 3 أضعاف بين الشباب للفئة العمرية من 15 و24 عاما. وأظهر المسح أن 70% من النساء يفضلن العمل في القطاع الحكومي في حين يعمل نصف هذا العدد تقريبا من الرجال في القطاع الحكومي والعام، مضيفا أن معظم الإناث والشباب وكبار السن كانوا خارج قوى العمل إذ كان الكثير منهم منخرطون في مسؤوليات منزلية أو أسرية. تتابعونا في نشرتنا أيضا. نيتشر فان بارزاني والسيناتور لينزي غراهام يؤكدان ضرورة مواجهة خطر داعش في العراق وسوريا. ومسرور بارزاني يبحث مع سفيرة إيلينا رومانوسكي حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بموجب الدستور. وارتفاع التبادل التجاري بين الإقليم وإيران إلى 6 مليارات دولار. والسليمانية تقول كنا طرفا في النجاح. والإمارات ومؤسسة البرزاني الخيرية يطلقان حملة الأضاحي لخدمة 50,000 أسرة فقيرة. وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء يدفعان الشباب نحو السباحة في الأنبار. والبرهان يعلن عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في حوار الآلية الثلاثية والتزام القوات المسلحة العمل مع الجميع من أجل الوصول لتوافق وطراد وطني. وإسبانيا تضبط غواصات مسيرة لتهريب المخدرات من المغرب. وتوقيف مطلق النار على مسيرة قرب شيكاغو بمناسبة عيد الاستقلال. وفيضانات أستراليا تشتد والسلطات تجلي الآلاف من سكان سيدني. إلى تفاصيل مجددا، أهلا بكم. التقى نيتشر فان بارزاني رئيس إقليم كردستان السيناتور الأمريكي المعروف لينزي غراهام والوفد المرافق له الذي انضم كلا من إيلينا رومانوسكي سفيرة أمريكا في العراق والجنرال جون برينان قائد قوات التحالف الدولي وعددا من الدبلوماسيين وكبار الضباط الأمريكيين. وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم أنه جرى خلال الاجتماع بحث أوضاع العراق والعملية السياسية في البلاد وآخر تطورات الحرب على الإرهاب وعلاقات أربيل وبغداد والحوار لحل المشاكل بينهما والأوضاع في سوريا والمسألة الكردية فيها. وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة واتفقا في الرأي بأن خطر الإرهاب وعودة داعش للبروز تهديد حقيقي لأمن واستقرار العراق وسوريا. وأكد بارزاني أن مفتاح الاستقرار وحل مشاكل العراق يتمثل في حل مشاكل أربيل وبغداد من خلال الحوار وبموجب الدستور. واستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني السفيرة الأمريكية لدى العراق إيلينا رومانوسكي وجرى تباحث حول سبل الارتقاء بالعلاقات بين الإقليم والولايات المتحدة إلى جانب مناقشة حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية. وجدد رئيس الحكومة تأكيده بأن إقليم كردستان مستعد دائما لحل المشاكل العالقة مع بغداد بموجب الدستور، إلا أنه غير مستعد على الإطلاق للتنازل عن حقوقه الدستورية تحت أي ضغط أو ظرف. كذلك أوضح أن تطور الإقليم يصب في
في مصلحة عموم المواطنين العراقيين، فيما يتحتم على الحكومة الاتحادية دعم ازدهار أي منطقة عراقية لا أن تخلق العقبات والمشاكل. هذا وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن الإقليم يعد صديقا وحليفا قويا للولايات المتحدة، كما شددت على ضرورة حل المشاكل بين كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور. أعلنت محافظة السليمانية ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الإقليم وإيران خلال العام الماضي إلى 6 مليارات دولار، وفيما لفت إلى 3 عوامل أسهمت في إنجاح هذا التبادل التجاري، فيما دعت مواطنيها إلى الحذر خلال أيام عيد الأضحى بسبب كورونا والحمى النسفية. وقال محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال مؤتمر صحفي أن الفضل في ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين الإقليم وإيران يعود لمستوى التنسيق العالي بيننا وبين القنصلية الإيرانية، إضافة إلى الدعم الكبير لحكومة كردستان. وتابع بالقول: هناك حاليا 12 منفذا حدوديا بين العراق وإيران، 6 منها تقع في محافظة السليمانية، إضافة إلى مطار السليمانية الدولي، مشيرا إلى المضي بافتتاح منفذي سازان وتيلاكو الحدوديين في المستقبل. وبشأن اقتراب عيد الأضحى وعادات وطقوس المواطنين، دعا أبو بكر المواطنين إلى اتباع الإرشادات الصحية وتنفيذ الإجراءات الوقائية، لا سيما الدلائل الإرشادية الخاصة بمرضى الحمى النسفية وضرورة التقليل من التواصل الاجتماعي لزيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا والكوليرا. قال القنصل العام لدولة الإمارات أحمد إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده مع مدير مؤسسة البارزان الخيرية موسى أحمد إن الإمارات قامت ومن خلال الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم كسوة العيد والتي استهدفت 22 ألف طفل وطفلة في جميع مخيمات الإقليم للنازحين واللاجئين بالتعاون مع مؤسسة البارزان الخيرية. وأضاف: نعلن اليوم عن إطلاق حملة الأضاحي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس الهلال الأحمر الإماراتي، وهي عادة سنوية بالتعاون مع مؤسسة البارزان الخيرية. ومن جهته قال موسى أحمد: نتوقع توزيع اللحوم على الفقراء في محافظات إقليم كردستان وكذلك في كركوك، مبين أن نحو 50 ألف أسرة سيستفيدون من هذا المشروع الخيري، وسيتم التوزيع خلال أيام عيد الأضحى بالتعاون مع الجانب الإماراتي. طبعا هذه عادة سنوية بالتعاون مع هيئة البارزان الخيرية، ونحن سعيدين جدا أن استمرار هذه الأعمال والمبادرات منذ سنوات تعكس أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مد يد العون والمساندة لكافة الأخوة النازحين واللاجئين في العراق وبالأخص في إقليم كردستان وفي جميع دول العالم. هي رسالة طبعا تبنتها دولة الإمارات بناء على إرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه. اليوم دولة الإمارات مستمرة في تقديم هذا الدعم، واستمرارة إن شاء الله إن شاء الله إطلاق مبادرات إنمائية في المستقبل بالتعاون مع هيئة البغزاني. نتمنى كل التوفيق والسداد إن شاء الله بتأسيس أعمال إن شاء الله استراتيجية مشتركة ما بين الهلال الأحمر وما بين هيئة البغزاني الخيرية. طبعا رئيس الوزراء رئيس هيئة البغزاني الخيرية يولي اهتمام كبير معالي مسؤول البغزاني لتعزيز هذه طبعا التقديمات الإنمائية في مجالات الصحية وفي مجالات طبعا تخدم طبعا البشرية وتخدم هذه الفئة اللي أكثر حاجة من جميع الفئات الأخرى اللي متواجدة في كردستان. ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي دفع شباب محافظة الأنبار إلى السباحة بنهر الفرات هربا من حر المنازل وعيون حجلان بقضاء حديثة وجدت هي الأخرى إقبالا واسعا لعذوبة مائها وجمال مناظرها، وتعد متنفسا سياحيا لأهالي القضاء والوافدين من خارجه لقضاء وقت الظهيرة في الماء بدل النوم الذي قلص التيار الكهربائي وحرارة الصيف ساعاته وغير جداوله. مع اشتداد الحرارة في فصل الصيف شاهدنا إقبال المواطنين على السباحة في نهر الفرات وأيضا في المصايف المحيطة في نهر الفرات مثل منتزه عيون حجلان للمياه الكبريتية. أيضا شاهدنا إقبال المواطنين ليس فقط من داخل محافظة الأنبار، شاهدنا توافد السياح
من بغداد ومحافظات الوسط تحديدا إلى محافظة الأنبار وإلى بحيرة الحبانية وأيضا المناطق السياحية التي تقع على ضفاف الفرات مثل نواعير هيت وغيرها. احنا من محافظة بغداد جينا قطار القضاء حديثة، جينا بالعطلة الصيفية نسبح على نهر الفرات، مي حلو بارد ونظيف. جينا أنا وأصدقائي سفرة مدينة حديثة على نهر الفرات. بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالصيف هسه حاليا، فعلى مواقع التواصل الاجتماعي يتواصلوا ويا جماعتنا من بغداد وباقي المحافظات ويجون يمنا يتعلمون السباحة وهم يتونسون، ونجيب ويانا مثلا الفواكه هيش نتونسون ونقعد على المي، قعدات حلوة وأجواء لطيفة ومي ما شاء الله بارد وحلو. سمعت هواية بعيون حجلان وجيت الحديثة وزرتها، عيون يعني تعالج الأمراض الجلدية وبنفس الوقت عيون ترفيهية وجميع الشباب يجون هنا يتصيفوا. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى للجلوس من أجل تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة لاستكمال مطلوبات الفترة الانتقالية. وأكد البرهان في خطاب وجهه للشعب السوداني التزام القوات المسلحة بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل تحقيق التوافق والتراضي الوطني. بصفتي رئيسا لمجلس السيادة وقائدا عاما للقوات المسلحة فقد تقرر الآتي: أولا، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا والتي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية، وعليه آمل أن تنخرط هذه القوى في حوار فوري وجاد يعيد وحدة الشعب السوداني ويمكن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة ويعيد الجميع إلى مسار التحول والانتقال الديمقراطي. وأكد هنا أن القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول لحكم البلاد، وأنها ستلتزم بتنفيذ مخرجات هذا الحوار. ثانيا، بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع، يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بهما من مسؤوليات. تستكمل مهام هذا المجلس بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها. ثالثا، حتى نسهم جميعا في وصول الحوار إلى غاياته، أدعو مكونات الشعب المختلفة وخاصة الشباب إلى التمسك بالسلمية، حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع، فما قدمتموه من تضحيات محل تقدير وتحقيق آمالكم وطموحاتكم في الانتقال الديمقراطي لن تقف قواتكم المسلحة في طريقه، فأنتم أمل السودان ومستقبله، وإننا إذ نترحم على أرواح الشهداء نتأسف لسقوط الضحايا من كل الأطراف. نؤكد أن المؤسسة العسكرية والأمنية ستقف إلى جانب تحقيق العدالة وتساعد في التحقيق الذي يفضي إلى تبيان الحقائق وتقديم المتورطين في إزهاق الأرواح للعدالة. أخيرا، قوات المسلحة تعيد تأكيداتها السابقة بالتزامها بالعمل مع جميع مكونات الشعب السوداني من أجل الوصول إلى توافق وتراضي وطني يكمل مسار الانتقال والتحول الديمقراطي، وصولا لقيام انتخابات يختار من خلالها الشعب السوداني من يحكمه، كما تؤكد دعمها للجهد الذي تبذله الآلية الثلاثية وأصدقاء ودول جوار السودان. ضبطت الشرطة الإسبانية 6 غواصات مسيرة قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات بين المغرب وإسبانيا، وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها. وقالت الشرطة في بيان أن أفرادها ضبطوا 6 من الغواصات المسيرة وألقوا القبض على 8 أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة وإقليمي ملقا وقادش في جنوب إسبانيا. وأوضح البيان أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة، إذ جرى تزويد كل منها
ب 12 محركا بينما يصل مداها إلى 30 كيلومتر. وتعتقد الشرطة أن العصابة صنعت هذه الغواصات المسيرة لتكون قادرة على تحمل حمولات كبيرة لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى. وقال البيان أن هذه الأجهزة يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة عن بعد عبر مضيق جبل طارق. وأوضحت أن الغواصات تمكن من إدارة عمليات عبور تحت الماء للمضيق الذي يفصل إسبانيا عن المغرب ويمتد لنحو 15 كيلومترا فقط. أعلنت السلطات الأمريكية أنها أوقفت شابا يشتبه في أنه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو على حشد من الناس كانوا يحضرون استعراضا بمناسبة عيد الاستقلال في هجوم أوقع 6 قتلى و26 جريحا على الأقل. ووقعت هذه المأساة الجديدة في بلد لم يتجاوز بعد صدمات متتالية أحدثتها سلسلة هجمات مسلحة أوقعت العديد من القتلى. وأفاد مصدر أمني أن المشتبه به روبرت إيكري الثالث الملقب بوبي والبالغ من العمر 22 عاما وقف دون حوادث بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو لتنتهي بذلك عملية تعقب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة. واصلت الأمطار الغزيرة هطولها على ساحل أستراليا الشرقي مما زاد من شدة الفيضانات في سيدني مع صدور الأوامر لإجلاء آلاف آخرين من السكان ومغادرة منازلهم خلال الليل بعد أن ارتفع منسوب المياه في الأنهار بسرعة إلى درجة فاقت مستويات الخطر. وقال ستيف كوك وزير إدارة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز أن نحو 50,000 من سكان الولاية ومعظمهم في الضواحي الغربية لسيدني طلب منهم إما الإجلاء أو وجه إليهم تحذير من أنهم قد يتلقون أوامر بالإجلاء. وقال إن من المرجح أن تهدأ أحدث مجموعة من العواصف القوية في سيدني إلا أن خطر الفيضانات قد يظل قائما خلال الأسبوع نظرا لأن معظم أماكن تجمع مياه الأنهار بلغت بالفعل أعلى مستوياتها حتى قبل هبوب العاصفة الأخيرة. وأعلنت الحكومة الاتحادية أن الفيضانات كارثة طبيعية ليساعد ذلك سكان المناطق المتضررة في الحصول على دعم مالي طارئ. وفي لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر طرقا وجسورا غمرتها المياه بينما عملت فرق الطوارئ على إنقاذ من تقطعت بهم السبل وانتشالهم من المركبات التي غمرتها المياه جزئيا. إلى التذكير بأبرز وأهم العناوين. في أول زيارة إلى صلاح الدين المحافظ إسماعيل الهلوب يلتقي في تكريتا السفير الألماني لتنويع خيارات الشراكة في الإعمار والتنمية الاقتصادية. السفير الألماني يؤكد من تكريتا ألمانيا مهتمة بالعمل في صلاح الدين والوضع الأمني جيد ويمكننا التحرك بكل حرية وأمان. البيت السياسي الشيعي غير متفق على ترشيح المالك لرئاسة الوزراء ويستعد مبكرا لانتزاع ورقة الانشقاق من زعيم التيار الصدري. والحكومة تقرر تأمين حصص الوقود للمحطات الأهلية بشكل دائم وترفع استعداداتها لمواجهة الأوبئة الخمسة بظروف استثنائية لانتقال العدوى. شكرا لحسن المتابعة في أمان الله.